بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لعلوم التنس في أرض الحيوط، والنهارده اليوم التاسع وبنعتبر هو اليوم الأخير في ميني تنس، لأن النهارده بقى لهم 9 أيام الأولاد معانا، فهيعملوا النهارده السيرف. هيا بنا الملعب نبدأ في السيرف. يلا يا شباب هنبدأ بقى في السيرف، نعمل الكوتش. يلا كلنا كده، كل واحد معاه كورته. عايز سرعة في الكوتش؟ لا مش عايز سرعة، يا واحدة واحدة على قد إيدي بس، عايز الرفعة بسيطة كده على قد إيدي. برافو برافو محمد، دي يا دوبك على قد ايدي، على قد ايدي مكتوبه بس بسيطه كده، على قد ايدي مش عاوز علوم جامد. برافو علاقه، عاوز علوم بسيط. برافو ها قفل دي شويه. برافو ها برافو يا راجل، مش عايز الكره تهرب منك، احاول بقدر الامكان الكره تبقى على قد مستوى ايدي، ما اعليش التوس قوي لسه بتعلم، يبقى لازم التوس بسيط بعد الكره في مكان. ها مش عايز التوس عالي قوي، واحده واحده. اوكي قفل ايدي ممكن. برافو ها قفل قفل يا دوري ده شويه. ها اشتغل يا بسمله. برافو يسرى، ما حاولش اعلي الكوره، انا عايز رفعه دي الكوره بسيطه كده. ها برافو نور، افرد ده شويه يا نور، افرد الايدين الاثنين ستريتش، دي مفروده ودي مفروده، وانا بلعب كده اهوت التوس قدام اهو، ورجلي الشمال قدامي احافظ على رجلي الشمال، وعشان كلنا باليمين بنضرب المضرب يبقى كلنا نحافظ على رجلنا الشمال قدام. برافو رجلك الشمال يا نور. ها برافو افرد دي. هنبدا من دلوقتي، خد كورتك خد يا جميل امسك. ها هنبدا من دلوقتي كل واحد يمسك مضربه، يلا بسرعه. ها وهنبدا زي ما هتشوفوني انا، بصوا بقى 1 2 3 4 تاني عدال كل 1 2 3 و4 معايا بس. يلا كل واحد يبدا بقى، هصورها عايز اصورها شكلها جميل كده. ابدا ريدي هوب، كل واحد يلا. برافو يا جدع، ثلاثة أربعة. ها أربعة فين؟ إيه؟ ارجع تاني، 1 2 3 4 ها برافو.